وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بعد التحية، ماذا عن أهم ما درى في نقاشات الحوار الوطني، وأيضا ماذا عن أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحوار والعمل على حلها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال يوم قبل يومين كانت هناك الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تسبق مباشرة بدء الجلسات يوم الأحد المقبل. وطبعا عارفين أن كان في جلسة افتتاحية مهمة للحوار الوطني في يوم الأربع الماضي 3 مايو. كل الاستعدادات تقريبا اكتملت لانطلاق الحوار. الحوار سينطلق في يوم الاحد الساعه 11 صباحا بالمحور السياسي. هيكون في جلستين عن قوانين مجلس النواب، وثم في اليوم الثلاث لجلستين للمحور الاقتصادي، ويوم الخميس جلستين للمحور الاجتماعي. ودي البدايه الفعليه للجلسات. السنه الكامله اللي مرت منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوه للحوار في 26 ابريل من العام الماضي، عقد مجلس الأمناء أكثر من 24 جلسة رسمية وعديد من الجلسات غير الرسمية والمشاورات والنقاشات المطولة. وأظن أنه أنجز جزءا مهما في التحضيرات وفي اللوائح والإجراءات التنظيمية، وما كان يمكن الوصول إلى مشهد قاعة نظرتيتي في أرض المعارض يوم الأربعاء الماضي، اللي هي اللوحة الجميلة التي ضمت كل أطياف العمل السياسي المتنوع في مصر، واللي كان فيها كلمه مهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لولا هذا الجهد الذي تم خلال العام الكامل، ولولا الدعم الذي يتلقاه الحوار الوطني من العديد من الهيئات والمؤسسات، يعني من الاحزاب والقوى السياسيه والنقابات والهيئات، وصولا الى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه وكافه الاجهزه المعنيه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني.